الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد تحفيظ الآية الكريمة من الآية الثامنة إلى ختام السورة إن شاء الله تبارك وتعالى، آية 26. من الآية الثامنة إلى الآية 20، هذه الآية الكريمة من بداية قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناعمة. في هذه الآيات الكريمة صور أصحاب النعيم يوم القيامة في الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وصف الجنة والأمان لأهلها حافز على طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. ومن الآية 17 إلى الآية 20 آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، والآيات لكل إنسان من حوله سبب للتذكير بقدرة الله سبحانه وتعالى على إعادتنا للحساب. يعني من قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذه آيات الله سبحانه وتعالى في الكون. الإبل وإلى السماء كيف رفعت، السماء آية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. الجبال آية من آيات الله عز وجل، الأرض آية من آيات الله تبارك وتعالى. ففي هذا المقطع التالي صور أو آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، ممكن نجعل هذا العنوان المختصر. أما ختام السورة من آية 21 إلى 26 في قوله تبارك وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر. هذه الآيات غاية الرسول صلى الله عليه وسلم في الهداية، الخطاب طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر يا نبينا. غاية الرسول صلى الله عليه وسلم في الهداية وسوء عاقبة الكفار ورجوع الناس إلى الله سبحانه وتعالى للحساب. والآن مع تكرار الآيات الكريمة بعد أن عرفنا موضوع الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. 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 في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة.
فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر 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 لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وبذلك تم تكرار الآية الكريمة، هذه الآيات تقرأ عدد 50 مرة وتحفظ بأمر الله تبارك وتعالى. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.